المفروض النهارده المره الثالثه اللي بنتقابل فيها في الماركتنج كوميونتي على موضوع مهم التسويق، او اللي هو احنا بدانا نفهم موضوع التسويق من الاول وازاي نبقى ماركتيرز والقصص دي كلها، ونتعلم ايه في التسويق والفرق ما بين الديجيتال والتسويق. وبعد كده دخلنا في حاجات مختلفه زي وجود التسويق جوه الشركات والاستراكشر، وازاي انا اكون جوه الشركه ودوري ايه جوه الشركه والقصص دي كلها. المفروض يعني حقيقيا النهارده اول مره نتكلم عن حاجه ادفانسد شويه من جوه بقى التسويق. خلاص بدانا نتعمق بشكل كبير جوه المجال، يعني حبه في حبه كده. واول حاجه معانا خلاص بعد الماركتنج في الاورجنايزيشنز بيبقى عامله ازاي، النقطه اللي انا كان فيها النهارده اللي هو وجود الشركات نفسها جوه الاسواق. يعني احنا خلاص عرفنا انا جوه الشركه المفروض اعمل ايه، طب الشركة بقى جوه السوق بتعمل ايه؟ ودي اول حاجة المفروض هنتكلم فيها او المين بوينت بتاعت النهاردة. دي حاجة مهمة ولا مش مهمة في التسويق؟ هو مفيش حاجة مش مهمة، لكنها جزء مهم جدا جدا لاسباب كتير. اولا ساعات في ناس بتبقى هتقوم مشروع او هتبتدي تستارت بروجكت جديد، لكن مع بداية البروجكت بيجي يقول لي والله انا عايز ابتدي في مشروع اي كوميرس مثلا، هبيع ملابس. طب كويس جدا، انت هتبيع ملابس، حاجه كويسه ما فيهاش اي ما فيهاش اي مشكله. طيب انا دلوقتي هبيع ملابس، المفروض انا اقول له، طب مش هقول له بقى المعتاد بتاع ناس كتير، يلا خلاص نكريت ديجيتال بلان ونشتغل ماركتنج بلان والقصص دي كلها. لا، هما المفروض ببتدي اشوف دخول الشركه دي في السوق، دخول الشركه دي في السوق. يعني لما تيجي شركه تقول والله انا عندي برودكت، عايز انزل بالبرودكت ده جوه السوق، اقول لها ايه؟ ولما تيجي شركه تانية المفروض ان هي لسه جديده، لسه جديده الشركه لسه جديده وعايزه تدخل السوق، المفروض اقول لها ايه؟ يعني انا المفروض اعمل معايا اقول له اه تمام انت كده حلو والمفروض هتدخل السوق ونبتدي نبيع وكده، ولا المفروض اعمل ايه؟ هنا بقى دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها، هنا دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها، أنت إزاي هتقرر هو هينفع يخش السوق ولا لأ؟ هينفع أه أقول لك أنا السوق ده هينفع معاك والدنيا بالنسبة لك هتبقى تمام، ولا لأ أنت مش هينفع الدنيا تخش السوق والدنيا بالنسبة لك مقفول؟ في فرصة أصلاً في السوق تخش ولا لأ؟ في فرصة في السوق تخش ولا لأ؟ تمام؟ طيب احنا بنتكلم عن دخول الشركات في الأسواق، دخول الشركات في الأسواق. طب انا جالي عميل زي ما قلنا المثال، وانا مش عارف المفروض هو هيخش السوق، المفروض اعمل معاه ايه؟ هل هو ينفع يخش ولا لا؟ طب ايه الحاجات اللي هبني عليها دخوله السوق؟ الحاجات اللي هبني عليها دخوله السوق، هل ينفع يخش السوق دايركت ولا في اصلا حاجه ممكن اشتغل عليها علشان اشوف دخوله السوق؟ مبدئيا كده لازم اشوف حاجتين مهمين جدا، لازم اتاكد من حاجتين مهمين جدا جدا وانا بشوف الموضوع ده. يعني ايه؟ انا دلوقتي شركه وخلاص عايزه تخش السوق وانا هفتح منتج او اخش السوق. الاول حاجه بشوف الاجراءات اللي هم حاطينها عشان يخش السوق. يعني ايه؟ يعني ايه الاجراءات جوه الشركه عشان يخش السوق؟ اجراءات جوه الشركه عشان تخش السوق، تمام؟ انا بحاول اكتب البوينت عشان تكون معايا وفاهم، تمام؟ تاني حاجه يعني ايه بقى الاجراءات عشان تخش السوق؟ هل هم عندهم تيم ماركتنج يسوق الشركه في دخولها السوق ويعمل اعلانات ويعمل كونتنت ويعمل محتوى ويبتدي يعمل كامبينز ويبتدي ان هو يدرس السوق ويدرس العملاء ويدرس المنتجات ويشوف المنافسين ويشتغل على التفاصيل بتاعت المنتجات والفيدباك بتاع العملاء والكلام ده ولا لا؟ ايه الاجراءات اللي هم حاطينها؟ طب انا دلوقتي لو سمحت انا عايز افتح مشروع ملابس والمفروض انا عايز انزل السوق، حلو. طب ايه اللي عندك كديفلوبمنت كاساسيات تخش بيها السوق؟ ايه اللي عندك كاساسيات تخش بيها السوق؟ والله انا لا لسه مش عندي تيم. خلاص انت لسه مش مؤهل ان انت تخش السوق. طب والله انا لسه المنتج في مرحلة الانتاج، لسه انا ببتدي هشوف المنتج ده هينفع ولا لا، بتست. لا، هنا وضعك لسه مختلف شويه، نبتدي نشوف نزولك السوق هيبقى حلو ولا لا، هيتماشى مع المنافسه اللي موجوده في السوق ولا لا.
مش هينفع ان انا اروح اشتغل على طول، لا انت محتاج تدرس دخول السوق. طب انت عندك امكانيات، معاك ميزانيه تخش بيها السوق، معاك ميزانيه تخش بيها السوق، الكلام ده كله. طب دي نقطه، الاجراءات جوه الشركه عشان تخش السوق، تمام. النقطه اللي بعد كده، الاجراءات اصلا اللي هتاثر على وجودهم جوه السوق نفسه. يعني مثلا انا دلوقتي المفروض ان انا شركه ببيع الكترونيات، او خلينا في نفس المثال بتاعنا ملابس، شركه ببيع الكترونيات ومحتاج ادخل ببيع ملابس ومحتاج ادخل السوق. ايه اللي هيفرق وجودي في السوق؟ لازم انا اكون عارف الاجابه بتاعت السؤال، ايه اللي هيفرق في وجودي في السوق؟ هل انا لما اخش السوق هيبقى في حاجه هاثر فيها، في قيمه معينه انا هضيفها للسوق ولا لا، في حاجه انا هشتغل عليها واضيفها في السوق؟ اه والله ده المفروض كل الحاجات اللي موجوده في السوق بتاع الملابس تصدير او استيراد لازم بتيجي بعدها بفتره. يعني انا دلوقتي محتاج اجيب ملابس من بره مصر، تمام، على سبيل المثال. طب الملابس دي علشان اجيبها من بره مصر انا باخد فتره عبال ما بتجيلي وتتبهدل في الشحن، وممكن تيجي وممكن ما تجيش، وبيحصل مشاكل قد كده. طب انا بتاع ملابس المفروض عايز ابيع اي كوميرس بطريقه الاي كوميرس جوه السوق، حلو. انا ايه اللي هيأثر معايا؟ والله لا، انا المفروض هأثر في السوق في جزء الشحن، تمام، والتوصيل، انا هأثر في الاثنين دول، تمام. اللي هو ايه، تعالى كده نقول نكتبها بشكل اكتر، تأثير، تمام، الشركة نفسها جوه السوق، جوه ايه السوق، تأثير الشركة نفسها جوه السوق. تأثير الشركة نفسها جوه السوق هيعمل ايه، ايه اللي هيحصل انا كشركة لما اخش جوه السوق؟ في حاجة هضيفها ولا لا، في حاجة انا هضيفها ولا لا، ولا انا داخل السوق وخلاص وانا مش عارف ايه لو في حاجة هضيفها او في حاجة مش هضيفها، انا مش فاهم. المهم ان انا شغال وخلاص، انا ضايف الشغل بتاعي وداخل اشتغل جوه الشركة وانا مش فاهم هل انا هأثر في السوق ده ولا لا، هل انا من الحاجات اللي انا هضيفها هتكون مؤثرة ولا لا، في قيمة معينة هتضيفها للسوق، ولا انت داخل وخلاص؟ لو انت داخل وخلاص يبقى انت لسه غير مؤهل. طب انت لا، في حاجة معينة في دماغي انا عارف، او انا عارف ان انا المفروض بجيب ملابس باسعار قليله جدا جدا، تمام، وبجيب الديزاينات بتاعتها مثلا، والمفروض بصنعها بسعر رخيص، تمام، وببتدي اغلفها بتغليف كويس فما بيكلفنيش كتير، فبقدر انافس بشكل كبير في السوق الماركات التانيه عندنا في الاريا اللي انا هبيع بيها. مثلا انا هبيع في محافظه مثلا زي مثلا محافظه انا مثلا، فخلاص انا عارف ان الملابس دي مش موجوده في المحافظه عندي، خلاص انا عارف ان الاريا اللي انا هشتغل فيها النقطه دي فيها مهمه جدا، تمام. خلاص، يبقى انا بشوف نقطتين مهمين جدا. اي حد يجي يقول لك انا محتاج انزل السوق بمنتج جديد، او محتاج انزل السوق اصلا كانتاج او كشركه، تمام، بتقول له الحاجات دي، انت عندك الاجراءات، تمام، الاجراءات بتاعتك مظبوطه جوه الشركه ولا لا، تمام، الاجراءات بتاعتك جوه الشركه مظبوطه لا عشان تخش، وانت تاثيرك ايه على السوق؟ هل انت هتقدم اصلا حاجه ولا انت مش هتقدم، انت داخل السوق وخلاص في حاجه كده انت عايز تعملها وخلاص، ولا انت يعني الاوبجكت بتاعتك ايه، هتاثر في ايه بالظبط؟ دي نقطه. النقطه الثانيه بقى اللي بعد كده، انت دلوقتي الجوهر اصلا بتاع الماركت نفسه ايه، يعني تفاصيلك، تمام، لمفهوم اصلا الماركتنج بتاعك جوه السوق ده. يعني انت دلوقتي في حاجه معينه او استراتيجيه معينه بانيها عشان تدخل بيها السوق، تمام، الاستراتيجيه، التسويق بتاعتك، تمام، هل انت باني استراتيجيه تسويق؟ عندك طريقه معينه في دماغك انت بتركز عليها، ولا انت جاي بتقول لي انا معايا الادوات دي وعايز ادخل بيها السوق، تمام. طيب استراتيجيه التسويق يعني ايه؟ يعني فهمك الحاجات الاساسيه، فهمك للعملاء، تمام، لازم تكون عشان تبني استراتيجيه لازم تجي لي وانت فاهم العملاء، تمام، لازم تكون فاهم المنافسين، تمام، لازم تكون فاهم السوق نفسه، لازم تكون فاهم المنتجات كصاحب بيزنس، انت عارف مين العملاء اللي انت عايز تبيع لهم. طب هل ده انا اعرفه كبتاع بيزنس؟ اه، والا ما كنتش فتحت البروجكت. لازم يكون عندك باك جراوند عن الكلام ده كله، لازم يكون عندك باك جراوند عن الكلام ده، تكون فاهم القصص دي كلها، فاهم وجودك في السوق عامل ازاي، وجودك في مع المنافسين، مين اللي بينافسني وانا ببيع
لمين والكلام ده كله، لازم أنا أكون فاهم الجزء اللي أنا هضيفه للشركة إيه، إيه الحاجات اللي أنا المفروض هضيفها كشركة للسوق، تمام؟ فهل أنت معاك البيزك ده؟ بيتمثل في جزء البريف، لما أنت تيجي نقول لك والله أنا محتاج البريف من العميل علشان أشوف هل أنا هقدر ان انا اشتغله ولا لا، ده جزء من البريف او ده يعتبر البريف بتاع الماركتنج اصلا. لما اجي ادخل سوق جديد، لما اجي ادخل سوق جديد وبنقول مثلا ايه، والله انا محتاج البريف بتاع البريف بتاع العميل، هو ده الجزء اللي بنتكلم فيه. انت لازم تفهم منه الكلام ده عشان تعرف هو الاول مؤهل انه يخش السوق ولا لا. لازم تعرف الاول هو مؤهل يخش السوق ولا لا. دي النقط المهمة اللي لازم تخلي بالك منها بشكل كبير وتركز عليها، تمام؟ ليه؟ قبل ما تقرر انت هتدخل السوق ولا لا، هل انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ بقالك كام سنه في السوق؟ لا والله انا بقالي 5 شهور وشغال في، لا مش هينفع. انت لازم أن تكون مثلا في حدود سنه ونص، لازم أن تكون في حدود سنه ونص، تمام؟ علشان تفهم السوق، لازم أن تكون في حدود ايه؟ سنه ونص، علشان تفهم السوق، تفهم تعرف السوق ماشي ازاي، والقصص بتاعت السوق ماشيه معاك فيها ايه، وازاي تقدر تبيع في السوق ده، وازاي تقدر تشتغل عليه، تمام؟ طب ايه تاني لازم تكون عارفه، تمام؟ لما احنا بقى خلاص هنيجي نشتغل على دخولنا السوق، لما نيجي نشتغل على دخولنا السوق لازم بتكون عارف القرارات بتاعت الشراء بتاعت العميل، قرار الشراء، تمام؟ طيب ثواني كده عشان في تقريبا، في حد عمال يرسم على البتاع، فاحنا هنلغي الموضوع اصلا خالص. تمام طيب خلاص، انت احنا بنتكلم في النقطه ان انت لازم تكون فاهم القرار بتاع الشراء. العميل مين العميل اللي المفروض انت مستهدفه عشان ياخد قرار الشراء؟ قرار الشراء هيطلع منه ولا هيطلع من عملاء سكند؟ يعني مثلا لما يجي مثلا المثال المعروف بتاع الام لما تيجي تشتري بامبرز للابن، هل هي اللي بتاخد القرار ولا الابن؟ طب انا دلوقتي لو هاخد قرار شراء كأب، هاخده من منطلق الماديات، انا هدفع كام؟ لو الام هتاخده من مبدا السكيورتي على الطفل والامان بتاعه والراحه والقصص دي كلها، بس المستخدم في الاخر هو ايه؟ الطفل. طيب المفروض بقى انا علشان ادخل السوق في حاجات معينه لازم ايه افهمها، في حاجات لازم افهمها واخلي بالي منها بشكل كبير، في حاجات لازم افهمها واخلي بالي منها بشكل كبير. طبعا احنا قلنا ان انت لازم تخلي بالك الاول السبلايرز بتوعك، السبلايرز بتوع المنافسين الموردين ليك. انا دلوقتي النقط دي لازم تكون كاتبها علشان لما تيجي تشتغل على النقط دي تكون عارف، او تيجي تشتغل العميل على النقط بتاعت دخول السوق وان هو هيبتدي يدخل السوق والقصص دي، تكون فاهم كويس جدا هو لما هيدخل السوق الحاجات دي عنده ولا لا، تمام؟ الحاجات دي متوفرة معاك ولا لا، بدل ما ندخل ونشتغل ونسوق وانت اصلا غير مؤهل للكلام ده. انت دلوقتي بتجيب من المصنع، حلو، هل انت عندك مصانع مختلفه تقدر تصنع فيها لو حصل عندنا مشكله؟ لا مش عندي، هو مصنع واحد اللي انا بصنع فيه. هنا انت محتاج غير مؤهل للكلام ده، ولنفترض ان احنا دخلنا وعرضنا الحاجه على الويب سايت والطلب منها وتوقف الانتاج في المصنع ده، كده انت البيزنس بتاعك كله وقف، تمام؟ قلنا ان انت لازم تكون فاهم الماركت نفسه ككاستمرز، العملاء بتوعك بالظبط لازم تكون فاهمهم بشكل كبير، المنافسين لازم تكون فاهمهم، تمام؟ الكلام ده كله لازم ايه تكون فاهمه بشكل كبير. طيب ايه تاني المفروض نفكر فيه ونشتغل عليه؟ الجزء بتاع الاهداف بتاعت دخولك السوق. انت دلوقتي عشان تدخل السوق، عشان تدخل السوق ايه اللي المفروض تعمله عشان تدخل السوق؟ هل انت في نقط معينة انت محتاج تشتغل عليها علشان تدخل السوق؟ انت محتاج تشتغل على نقط ثابتة، انت ليه داخل السوق ده؟ والله انا المفروض داخل السوق ده علشان اشتغل على نقط معينة ان انا عايز ابيع،
حلو، انت داخل عايز تبيع، طيب كويس جدا. دخولك انت علشان عايز تبيع، هل دخولك وانت داخل تبيع مؤهل لده ولا لا؟ طب انت دخولك تبيع محدد الاسعار، محدد التفاصيل بتاعه الشغل بتاعك، محدد الاستراتيجي اللي هتنزل بيها وهتنزل فين بالظبط، استراتيجيه التوزيع. في نقط معينه لازم تخلي بالك منها وانت بتشتغل. مبدئيا كده لازم تفهم الاول الاهداف، زي ما قلنا الاهداف الرئيسيه للشركه نفسها. انت دلوقتي كشركه هدفك تخش السوق ليه؟ ايه اللي انت عايز تدخل ليه السوق؟ والله انا عندي فيه شريحه عملاء، والمفروض ان انا عايز اقدم لهم عروض بشكل مباشر من الشركه علشان انافسهم، علشان انافس المنافسين بتوعي واخد الشريحه دي. خلاص انا دلوقتي ببيع ملابس، بس اكتشفت ان في نقص في السوق، اكتشفت ان في نقص في السوق عن على مثلا دخول الشتاء، وفي نقص في الجواكت الفرو مثلا. حلو، في فرصه والناس بتدور عليها، وانا عندي جواكت من دي واقدر اقدم عليها عروض كويسه، فدخولي بالمنتج ده في السوق ده هدف، دخولي بالمنتج ده في السوق ده هدف، هدف انا مركز عليه وبلعب عليه بشكل كبير. انا دي حاجه انا عايز اعملها علشان اشتغل عليها. طيب ايه تاني ممكن تكون مثلا انت عايز تشتغل عليه؟ والله انا بعمل ده علشان المفروض ان انا عايز اوسع، عايز ادخل السوق ده علشان اوسع الماركت بتاعي، اوسع السوق. انا دلوقتي عندي سوق وعايز اوسعه، تمام، وتوسعتي للسوق دي هي اللي هتفرق معايا بعد كده في الشغل، فانا عايز اوسع الخدمات بتاعتي والشغل بتاعي. انا دلوقتي واخد ستور كبير، تمام، فجنبي بعد كده اماكن فاضيه ممكن اخدها واوسع الستور بتاعي. خلاص انا محتاج اوسع الشريحه بتاعتي. والله انا دلوقتي الدوله بتفتح اماكن في التجمع وما الى ذلك والعاصمه، فانا عايز اوسع مكاني عشان اخد شريحه اكبر في السوق. التوسع ده هيفرق معايا، خلاص انا هبتدي اشتغل على ده. طيب ايه تاني ممكن اشتغل عليه علشان اوسع الدنيا بتاعي؟ ان انا اوسع السبلايرز، الموزعين، ان انا عايز ان انا ادخل في منتجات مختلفه عشان يبقى ليا موزعين مختلفين. يعني انا دلوقتي المفروض ان انا عندي مجموعه من الموزعين، او انا عندي مصنع واحد بس، المصنع ده مش بيصنع غير النوع ده من الملابس، مش بيصنع غير النوع ده من الملابس، وانا عايز ما بقاش معتمد عليه اعتماد كلي، ولا لو هو وقف انا هقف خلاص، هدخل في ملابس تانية زي ملابس الاطفال واخد من مصنع تاني. ولنفترض ان الملابس بتاعة الرجال مثلا اللي انا شغال فيها وقفت، ملابس الرجال وقفت، المصنع وقف، لا يبقى انا عندي في ريسورسز مختلفة، عندي سبلايرز مختلفين اقدر اخد منهم، اقدر اخد منهم حاجات تانية، اقدر اخد منهم اجزاء تانية. طيب ايه تاني؟ والله انا ممكن هدف دخولي بالمنتج ده ان انا اعين ناس جديده علشان اوسع دايره الموظفين عندي، ويبقى عندي بدل القسم سيكشن واحد للماركتنج، لا يبقى عندي قسم تاني وشغال على منتج مختلف، قسم تاني وشغال على منتج مختلف. محتاج اوسع دايره الموظفين عندي، انا محتاج اعين ناس اكتر عشان اعمل انتاجيه اكتر عشان اكسب اكتر. تمام، كلها افكار واستراتيجيات بتنزل وموجودة في السوق وبتكون أسباب للتوسع بشكل كبير. تمام، دلوقتي والله أنا محتاج من كل دي أهداف دخول للسوق. أنا دلوقتي كبزنس أو كبتاع ماركتنج لازم أنا أكون فاهم أهداف دخول السوق إيه. أنا دلوقتي محتاج أدخل السوق ده، حلو جدا. طيب أنت الأهداف بتاعت دخولك السوق إيه؟ أنا محتاج أدخل السوق، أنا دلوقتي الهدف إيه؟ والله الهدف إن أنا أي موظفين كتير، أو إن أنا مثلا أعمل علاقات، أنا محتاج أوسع الدايره بتاعتي عشان اعمل علاقات مع الناس اللي بتاخد قرار او الديسيشن ميكر في الدوله. والله كل ما هنتوسع اكتر، كل ما احنا هنوصل لناس اعلى، فهنبقى مع الناس اللي بتاخد ديسيشن ميكر في الاسواق والحكومات، فده هدف من اهداف التوسع. لو انت صغير مش هتتشاف، انما لو انت ماركت كبير وليك اسمك وليك جمهورك وليك ناسك، لا انت عدم وجودك في السوق هيفرق، عدم القرارات الاقتصادية بتفرق معاك، الكلام ده كله. تمام، طيب ايه تاني؟ ساعات والله انا هشتري مصنع جديد او هشتري شركة جديدة عشان ايه؟ علشان استحوذ على المنافسة بشكل اكبر. ولنفترض احنا 3 شركات كبار في السوق، 3 شركات كبار في السوق، ولنفترض مثلا احنا واتساب وفي شركة فيسبوك وفي شركة مثلا تويتر. حلو، وجود واتساب وفيسبوك مع بعض بيدي قوة شرائية أكتر، بيدي شريحة أكبر للشركة، عما إن يكون الناحية التانية صادق تويتر بس.
تمام. واحده من الحاجات او من اسباب التوسع وان انا ادخل اسواق جديده، تمام. والله انا داخل مثلا في سوق زي ما احنا بنتكلم على الملابس، فانا محتاج اخد شرايح مختلفه اشتغل في كل انواع الملابس، تمام، بدل ما انا شغال في حته معينه، لان انا لقيت مصنع بيصنع ملابس، والمصنع ده كان اشهر مصنع بيصنع ملابس اطفال من سنه 80 مثلا، حلو. فانا لما هاخده يبقى انا هاخده باسمه، بشريحته، بتاثيره في السوق، بالعملاء بتوعه، بالموظفين بتوعه اللي بقى لهم سنين شغالين وعندهم درايه وكفء بشكل كبير. فدي كلها اسباب من الاسباب اللي بتخليني اوسع ان انا ادخل سوق جديد، تمام. دلوقتي عرفنا لما تيجي تخش سوق ايه السبب اللي يخليك تخش السوق، تمام، او ايه الحاجات الاساسيه قبل ما ادخل السوق لازم انا اكون فاهمها ولازم انا اكون عارفها، انا هدخل السوق ليه، الاسباب اللي هدخل عشانها السوق، وكمان المفروض الجزء بتاع الاهداف بتاعه دخولك السوق، الاهداف بتاعه دخولك السوق. انت خلاص عرفت تجهز ايه في ورقتك قبل ما تخش السوق، تمام، وتجهز ايه معاك وانت داخل السوق عشان الاهداف بتاعتك، الاهداف بتاعت ايه دخولك السوق، تمام. طيب ايه تاني ممكن تشتغل عليه، او التولز اللي المفروض تشتغل عليها علشان تاناليسز السوق ده؟ طب انا دلوقتي خلاص انا كشركه الدنيا بالنسبه لي تمام جدا وفاهم كل حاجه، والشركه ستيبل وعارفه الاهداف بتاعتها وكل حاجه، طب ايه بقى التولز والحاجات اللي انا ممكن اشتغل عليها واخلي بالي منها علشان علشان المفروض ان انا اخلي بالي من السوق واشتغل عليه بشكل افضل، والتولز والادوات والاجراءات اللي انا ممكن اخدها؟ والله انا المفروض، تمام، المفروض ان انا محتاج ادخل السوق ده علشان اتوسع فيه. طيب هل انت التسويق بقى مجهز سيكشن تسويق؟ تمام، لا. طب لازم تشتغل على الماركتنج ريسيرش، تمام، تشتغل على بحث التسويق، تشتغل على بحث تسويقي، تمام. طب ليه تشتغل على بحث تسويقي؟ انا محتاج اشتغل على البحث التسويقي والله علشان اشتغل على نقط معينة وافهمها، تمام، افهم، تمام، طبيعة السوق. حلو، انا بقى كبتاع ماركتنج بقى خلاص انا فهمت كل حاجة من البيزنس، وفهمت هما بيعملوا ايه والتفاصيل بتاعتهم والحاجات اللي بيمشوا عليها والقصص دي كلها واهداف دخولهم واستراتيجيتهم. انا بقى هاجي اواكب الكلام اللي اتقال ده كله مع اللي بيحصل في السوق. طب طبيعة السوق ايه اللي بيحصل فيه؟ والله في ناس بتشتغل على ان هي بتجيب حاجات من بره ببادجت معاها وبتستنى ان هي تيجي، وبعد ما بتيجي البضاعة دي بيبتدوا يخزنوها، وبعد ما يخزنوها يبتدوا يفرزوها، بعد ما يفرزوها يبتدوا يعرضوها على قنوات بتاع التليجرام، على قناة تليجرام، وبيبيعوا لمحلات التجزئة، وبكده هم معاهم راس مال شغلوه، جابوا بيه بضاعة بدأوا يبيعوا بيه ويعملوا مكاسب واشتغلوا بشكل كويس، ومجمعين التجار بتوعهم كلهم على قناة تليجرام. دي فكرة وسايكل في السوق، دي طبيعة السوق. طب ولنفترض ان انا جيت ورحت عامل جروب على الواتساب وقلت يلا وانا هشتغل من عليه، الناس اصلا التجار كلها على تليجرام، انت بتشتغل في حتة والناس دي شغالة في حتة، انت مش فاهم، تمام. فانت لازم تفهم التسويق هتسوق ازاي في طبيعة السوق ده، تمام، هتسوق ازاي في طبيعة السوق ده. طب بعد كده وانت شغال على الجزء ده هتشتغل على فهم التسويق. فهم التسويق هنا في جزئين، وانت بتفهم التسويق عندك جزئين مهمين جدا، تمام، جزء بتاع المعلومات اللي انت هتفهمها نوعية ومعلومات كمية. يعني ايه الكلام ده؟ معلومات نوعية اللي هو اللي احنا لسه قايلينه، المفروض الناس بتشتغل على بالطريقة دي، دي معلومة نوعية، يعني هم شغالين على تليجرام مش شغالين على واتساب، هم بيجيبوا البضاعة ويفرزوها وبعد كده يبيعوها. طيب المعلومات بقى الكمية، المعلومات الكمية في فهمك، المعلومات الكمية دي ان انا والله هم بيجيبوا ب 100,000، بيشتغلوا ب 100,000 جنيه، حلو، بيشتغلوا ايه ب 100,000 جنيه، دي معلومة كمية، كم محصورة، تمام، والله بيشتغلوا بالكونتر الواحد، تمام، كونتر، حلو، معاهم كونتر واحد بس بيشتغلوا بيه، هما بيجيبوا كونتر من بره مصر ويبتدوا يشتغلوا بالكونتر ده، عشان ما اروحش اجيب 2 كونتر 3 كونتر وفي الاخر اتدبس في البضاعه وما اعرفش اصرفها فين ولا اوديها فين، يبقى انت كده بي قاعد مش عارف تعمل اي حاجه، تمام. طيب والله الناس دي عندها مثلا مليون عميل او 1,000 عميل مثلا،
يعني ألف عميل بما إنهم تجار تجارة بي تو بي، تمام؟ خلاص أنت لازم تفهم طبيعة السوق، دي التولز اللي لازم تشتغل بيها، لازم تشتغل بيها. طب إيه تاني ممكن أشتغل عليه أو الجزء التاني؟ الجزء اللي أنت ممكن تشتغل عليه تاني ومن الحاجات اللي بنشتغل بيها السيرفي، إن أنت تعمل سيرفي، تمام، علشان تفهم العملاء، تمام؟ أنت دلوقتي محتاج تفهم العملاء، فأنت تعمل السيرفي، تمام؟ السيرفي ده ممكن يكون على شقين، يكون على شقين، يا إما انترفيو يا إما جروب. يعني إيه الكلام ده؟ يا إما مجموعة من العملاء، تمام، والله أنا دلوقتي نزلت الجامعة وعملت بوس في الجامعة، عملت خيمة مثلا، وبدأنا نجيب الناس وناخد منهم استبيانات. لو أنت هتشتري مثلا ملابس، إيه الأماكن اللي تشتري منها؟ تمام، دي ده سيرفي، مجموعه مع بعضها. ممكن والله حد يخش لي الستور عندي، تمام، اقول له بعد اذنك هاخد منك شويه بيانات عشان بنعمل استبيان او سيرفي عن طبيعه الشغل بتاعتنا، تمام. دي بتبقى ايه، مقابله واحده، تمام. دي من الحاجات اللي بنطلع منها بنفهم والله. احنا قابلنا ناس في الجامعه وكل طلبه الجامعه بيروحوا يشتروا من محلات وسط البلد، حلو، اغلب الناس بتشتري محلات وسط البلد، خلاص، حلو جدا. انا كده فهمت انا الاماكن اللي هبيع فيها فين، يعني انا هبيع فين، تمام، ايه الحاجات اللي انا المفروض ابيع منها والكلام اللي انا هبيع بيه. طب ايه الحاجات بقى اللي انا المفروض اخلي بالي منها مع قصة العميل؟ الفلسفة بتاعته اصلا، او مش عايز اقول لك فلسفة العميل، بس عايز اقول لك اللي هو ايه، لو جيت بسطها لك، هيبقى طريقة شراء العميل، تمام، طريقة الشراء بتاعت العميل والطريقة بتاعت الفلسفة بتاعت العميل نفسه وحياته نفسها ماشية ازاي، لما حياة العميل نفسها ماشية ازاي، المعلومات اللي عنده في التسوق نفسها، تمام، معلومات العميل في التسويق نفسه ماشية ازاي، تمام. الكلام ده كله لازم تخلي بالك منه، بالتوازي مع ده، بالقصاد الكلام ده كله، تمام، قصاد الكلام ده كله لازم تكون فاهم الكفاءة التشغيلية او الديفلوبمنت بتاع الشركة نفسها، والسي ار ام سيستم اللي فيها يقدر يواكب ده ولا لا، ويفهم الكلام ده ولا لا. شغل التسويق عندهم هيمشي بالدرجة اللي انت متخيلها ومظبطها ومراسم عليها الكلام بتاعك ولا لا. حاجة كمان لازم تعرف العروض، تمام، بتاعت العميل بتاعك، بتاعت الشركة، خليها الشركة بلاش العميل عشان ما نتلخبطش. العروض بتاعت الشركة، هل الشركة دي بتشتغل فعلا على عروض ولا لا؟ تمام، بتشتغل على عروض ولا لا، ولا مش هتقدم عروض؟ العروض مش شرط ان هي خصم 50% والكلام ده، ممكن يكون عرض جودة، ممكن يكون اي حاجات بتتقدم او اي اوبشنز بتتقدم للكلاينت نفسه. طيب الانفايرمنت اللي هو التغيرات البيئية، تمام. لا أنا بكتب وأنا مش شايف عشان أنا مركز. طيب التغيرات البيئية، تمام، يعني إيه التغيرات البيئية؟ التغيرات البيئية دي اللي هو الكلاينت نفسه، تمام، التغير بتاع الدولة، مرة واحدة حصل ضغط في كورونا والناس بقت مش قادرة إن هي تنزل تشتري، مش هينفع. هل انت كشركه هتقدر تتواكب مع التغير ده وتشتغل اونلاين دايركت؟ طب انا دلوقتي والله في هبوط جدا في معدل الشراء، الناس ما بقتش تشتري، تمام، في حاجه غريبه حصل، هل الشركه هتقدر تتحمل الفتره من غير بيع لحد ما تشوف المشكله فين؟ تمام، التنظيم في الشركه، التنظيم نفسه، تمام، التنظيم، كل ده انت بتدرسه علشان تشوف دخول الشركه جوه السوق، دخول الشركه جوه السوق، هل هتقدر تنزل بالمنتج ده ولا لا، هل هتقدر تخش السوق ده وتبيع فيه ولا لا، تمام. الحاجات دي كلها لازم تفهمها. حاجه كمان، نسبه العائد، عشان بس الناس على الاستثمار الحالي اللي هو بنقول عليه ار او اي، ريتيرن اون انفستمنت، اللي هو الناس دي بتكسب كام؟ انت بتكسب عشان تفتح حاجه تانية ولا انت ما بتكسبش اصلا؟ تمام؟ عشان بس الناس بتروح تفتح المشاريع باي لك كده، تصحى الصبح تفتح المشاريع، الكلام ده لازم الناس كلها تفهمه وتعرفه. انت ما ينفعش انت تروح الصبح تفتح مشروع كده، تمام؟ هل انت هتدخل السوق ده معاك فلوس؟
طب لو معاك فلوس الميزانية أصلا كام؟ تمام؟ وهل أنت عندك عائد على الاستثمار أصلا؟ عندك return on investment ولا أنت ما معكش أصلا عوائد بتيجي؟ فأنت والله أنا ببيع منتجات 10 قطع، فأنا هفتح وأبيع 10 قطع تانيين. طب أنت ما بتبيعش الأولانيين عشان يصرفوا على التانيين، تمام؟ فما ينفعش، تمام؟ التغطية، الجزء بتاع الديموغرافيك، لا الجيوغرافيك مش الديموغرافيك، التغطية كويسة. والله أنا ببيع بس في التجمع. طب أنت نظامك إيه مع بقية الشرايح؟ هل الناس كلها بتجيلك التجمع ولا توسعك هيوصل لحد فين؟ تمام؟ الكلام ده كله مهم جدا، يعني الكلام ده لازما وانا داخل السوق افهم الكلام ده، وانا داخل السوق افهم الكلام ده واقدر ان انا اشتغل عليه بشكل كبير، يعني اقدر ان انا انفذ الكلام ده بشكل كبير وابتدي ان انا اشتغل عليه. تمام؟ جزء الماركتنج، الحاجات دي كلها بنحطها في تيبلز، تمام، عشان تقدر تتاكد منها وانت داخل السوق وتبتدي تشتغل على السوق. لسه لحد دلوقتي ما دخلتش في دخولك للسوق نفسه، يعني انت لحد دلوقتي لسه ما دخلتش في اطار شغل التسويق نفسه، تمام؟ الاجزاء دي وانت بتشتغل عليها بيكون بالسيرش، يعني الكلام ده لازم تعمل سيرش بشكل كبير بطرق مختلفه. طب انت عندك دلوقتي في خلاص احنا اتاكدنا من الدنيا وعندي اوفرز وعندي ميزانيه وببيع وبعمل ريتيرن انفستمنت وفهمت طبيعه السوق وفهمت طبيعه المنافسين وعرفت الدنيا بالنسبه لي ماشيه ازاي والكلام ده كله، تمام؟ التجهيز بقى لدخولك السوق نفسه، تمام؟ انت دخولك السوق ده هتدخل السوق ازاي؟ تمام؟ انا دلوقتي هدخل السوق ازاي؟ تمام؟ لازم ابني سيستم كامل عشان ادخل بيه السوق. هل انا هشتغل على الموزعين؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا داخل السوق عشان ابيع اونلاين، طب هل انت هيبقى ليك موزعين توزع من خلالهم؟ لو انت هتشتغل تاجر في الملابس وهتبيع لشركات، هل انت عندك اصلا اساسيات موزعين عشان تديهم يوسعوا لك الشغل؟ لا مش عندي. طب هل عندك ديليفري اصلا؟ تمام؟ عندك مواصلات للناس دي؟ تمام؟ هل الناس دي عندك مواصلات ليهم علشان تودي لهم؟ تمام؟ لا انا محتاج ان انا اظبط السايكل بتاعت البيع نفسه. هتوزع ازاي؟ خلاص انا جهزت الدنيا وجهزت المنتج وفهمت الدنيا وعارف همشي ازاي وكل حاجه، بس انا عايز ابني بقى السايكل بتاع الدخول السوق. طيب استراتيجيه التوزيع انت مجهزها ولا لا؟ انت هتوزع، هل انا هنزل ابيع في المنطقه اللي انا فيها بس؟ ولا هبيع في الحي اللي انا فيه بس؟ ولا انا هبيع على مستوى القاهره؟ ولا انا هبيع واوزع لكل الدوله اي مكان في مصر؟ ولا انا هبيع على اي مستوى؟ انا هبيع على اي مستوى. طب ده بقرره ازاي؟ بشوف هل انا هقدر اتست البرودكت بتاعي، يعني لو المنتج بتاعي لسه جديد ببتدي اقول لا انا هنزل في حته معينه صغيره، هنزل مثلا في القاهره بس عشان لو المنتج ليه اثار سلبيه ما بقاش خسرت كل العملاء في مصر كلها. طب لا والله ده المنتج بتاعي هايل وكبير جدا، خلاص انا هنزل على موزعين والموزعين دول هيشتغلوا. طب هل انت عندك شركه توزيع؟ السايكل بقى ده بقى هنرجع بقى ايه للدراسه اللي احنا قلناها فوق. انت فاهم دخول الشركه نفسه وتشغيل التسويق نفسه، يعني شغل السوق نفسه انت فاهمه، تمام؟ يعني شغلك على السوق نفسه انت فاهمه ولا لا؟ تمام؟ طيب لازم تبني استراتيجية، تمام؟ على كده تمام. هتعمل ايه بقى عشان تدخل بقى؟ خلاص احنا دخلنا كده مرحلة ايه الاكشن، تمام؟ استراتيجية، تمام، للتسويق، تسويق خلاص، واستراتيجية توزيع، تمام. وهتعمل استراتيجية تسعير. حلو، يبقى انت عندك مع استراتيجية الانتاج في الاول خالص، تمام، يعني هنا كده استراتيجية الانتاج. حلو خلاص، لازم ترسم بقى البلان بتاعتك تكون متضمن الكلام ده كله. انا والله عندي استراتيجية توزيع
وعندي استراتيجية للتسويق، وعندي استراتيجية تمام للتوزيع، تمام، وعندي استراتيجية تسعير. يعني أنا دلوقتي المفروض التكلفة بتاعتي في الإنتاج للقطعة الواحدة 45 جنيه، حلو جدا، تمام. طيب وعندي المفروض إن أنا التوزيع عندي 15، تمام. عندي، تعالى كده ناخدها جزء جزء، تمام. بس عايز ألم لك الدنيا دي علشان الناس اللي بتاخد سكرين أو الدنيا بالنسبة لها بتبقى صعبة شوية. خليني كده، تمام. طب انتوا شايفين من الخط ده كده ولا مش عارف؟ عارف انتوا شايفين من الخط، يعني لو حد يعني قولوا لي كده انتوا شايفين من الخط ده؟ قول كده نعمل الخط ده. طب انا عندي مشكلة في الصوت ولا انت سامعيني ولا ايه ولا ليه؟ يعني نشوف كده مين من الناس هنا. هو الشات مقفول فتقريبا. طب ثواني كده نفتح الشات علشان الناس تبعت عليه. هو انا فتحت الشات، اللي مش عارف بتاع المايك ممكن يفتح الشات ويقول لي بس انتوا شايفين من الخط ده ولا لا. نو no. اوكي okay. حاضر، مش هقبل الخط. طيب خليها كده يعني نقول 90. اعتقد كده الدنيا تمام، يعني اكدوا عليا برضو ان طب كده شايفين يعني هل الدنيا كده بقت احسن؟ نايس، اوكي، حلو جدا، تمام. طيب اوكي، مش تمام جدا، شكرا يا جماعه. طيب تاني كده نقول احنا دلوقتي عشان خلاص هنخش هنعمل ايه؟ هنبني استراتيجيه للانتاج، تمام، واستراتيجيه للتسويق، واستراتيجيه للتوزيع، واستراتيجيه التسعير، تمام. والله انا الاستراتيجيه بتاعت الانتاج، تمام، انا عندي المنتج، تمام، خليني كده هنا المنتج، تمام، المنتج، تمام، المفروض ان هو خمسه وايه؟ 45، حلو؟ 45 جنيه، حلو؟ طيب وعندي المفروض انا التكلفه، تمام، تكلفة المنتج 45 جنيه. طب أنا عندي المفروض التسويق، تمام، المفروض على القطع، إحنا كده بنتكلم على القطعة، تمام، 10 جنيه، حلو. وعندي المفروض غير التسويق 10 جنيه، عندي إيه تاني؟ قلنا الإنتاج والتسويق، وعندي مصاريف توزيع، تمام، 5 جنيه، حلو. إحنا كل ده بنتكلم على القطعة طبعا، وبعد كده بتتحسب إيه بقى بير يونت، بالست بشكل كامل او بالباكج او على حسب الباكيتا او ايا كان، على حسب المنتج طبعا، تمام. طبعا انا لازم استراتيجيه الانتاج دي اكون حاسب فيها مصاريف المكن، مصاريف التشغيل، مصاريف العماله، مصاريف المواد الخام، الشغل السبلاير، الكلام ده كله لو انا هشتغله والمفروض هيجيب لي 10,000 حته، وال 10,000 قطعه دول المفروض لما بقسم لو هم تمنهم 10,000 جنيه كانتاج، يبقى انا عندي القطعه تكلفتها الانتاجيه جنيه، تمام. يعني انا دلوقتي عندي 10,000 حته قطعه، حلو. المفروض ان انا بجيب لهم مواد خام وتشغيل وعماله ومكن وصيانه وكهرباء والكلام ده كله، التكلفه دي كلها بتديني 10,000 جنيه، حلو. يبقى انا تكلفه القطعه عليا كانتاج، تمام، جنيه. طيب خلينا هنا بحاول ابسط الدنيا، بس هو مثلا تكلفه المنتج هنا 45 جنيه ومصاريف تسويقيه 10 جنيه. طب 10 جنيه دي بحطها منين؟
من التيست اللي انا بشتغل عليه ببتدي اشوف التكلفه، بحط تكلفه مبدئيه تمام، وعلى حسب التسعير والله انا شايف ان التسعير في السوق، هنشوف هنا دلوقتي هنوصل للسوق تسعيره ايه، والمفروض ان انا بسعر على هذا الاساس. طب انا دلوقتي خلاص انتاج والتسويق وعندي الايه التوزيع تمام، مصاريف ايه الشحن هيبقى مثلا 5 جنيه حلو للقطعه الواحده حلو. طبعا ما حدش بيشتري اوردر قطعه واحده الا لما بيدفع، انا دي التكلفه بتاعتي، انما كده كده العميل بيدفع مصاريف شحن، فانا اوريدي مش عندي في التكاليف تمام. خلاص يبقى انا 45، ادي 55، ادي 60 جنيه حلو، ادي المفروض 60 جنيه تمام. يبقى كل ده المفروض بيساوي تمام 60 جنيه حلو تمام. لما هو كل ده بيساوي 60 جنيه يعني انا كل ده كده بالنسبه لي بيساوي 60 جنيه. طب ال 60 جنيه دول دي التكلفه الاجماليه بتاعتي، دي التكلفه الاجماليه. طب انا السوق عندي المنافس ليه، اقرب منافس ليه بيبيع ب 120، بيبيع ب 100 ايه و20. طب انا بقى هل السؤال هنا، هل انا هنزل ب 100 جنيه واقول ده تسعيري، ولا هنزل ب 110 واقول ان انا عامل عليها خصم فهنزل بيها ب 90 تمام، فيبقى انا عامل خصم على المنتج فانا كسرته، وفي نفس الوقت بعد ما افرش السوق المفروض ان انا اعلي السعر تاني واقول له لا ده السعر الاصلي 110 تمام. هنا بقى دي استراتيجيه اللي بلعب بيها، لازم افهم بقى ايه استراتيجيه الايه المنافسين تمام. المنافسين بيبيع ب 120 حلو. طيب انا المفروض العرض تمام بدلا من 100 تمام هنقول كام، خلينا نقول كده هنقول 90 بدلا من ايه 100 او 110 زي ما احنا قلنا تمام، بدلا ايه من ايه من 110 تمام. ده كده المفروض ان انا بشتغل بقى على طبعا الكلام ده ليه تفاصيل كتير جدا جدا جوه تمام، بس احنا بناخد المين بتاع الموضوع وبناخد الموضوع نسيرش عليه ونفهمه بشكل كبير ونقرا فيه بشكل كويس ونسيرش ونذاكر منه بشكل كبير، ونبتدي نتابع الفولو اب بتاع التاسكز نفسها ونبتدي نشتغل عليه تمام. طيب خلاص يبقى انا المفروض الحاجات دي كلها بشتغل عليها، عايز افهم استراتيجية الانتاج، استراتيجية التوزيع، انا هبيع بكام، هشتغل بكام، انا مؤهل لدخول السوق ولا لا، التفاصيل دي كلها لازم اكون فاهمها في توجهي للسوق، انا وانا لازم اكون فاهم حجم المنافسة، الانفايرمنت بتاعي والقصص دي كلها تمام. فهل انا هقدر اشتغل على ده ولا لا تمام. ده كده الجزء اللي احنا هنتكلم فيه النهارده بتاع ايه دخول السوق. خلينا كده نشوف يعني الاسئله، في حد عنده سؤال في البورت اللي احنا اتكلمنا فيه ده النهارده؟ انا مش عارف، انا تقريبا قافل المايكات او ايه، لان انا جيت ثواني كده يا جماعه عشان انا تقريبا انا عندي سؤال. طب الحمد لله المايك شغال ماشي. هو تقريبا انا كنت قافله ولسه فاتحه صح؟ ولا مش عارف؟ هو كان صح؟ مقفول. هو فعلا عشان في حد عمال يكتب على البورد مش عارف ليه، ف ماشي. تمام. هو انا عندي سؤالين. اول سؤال، من واحد لو الكلاينت مثلا، لو الكلاينت مش عنده استيعاب قوي بكل النقط دي، او في بعض النقط واقعه منه، هل أنا مش هشتغل معاه، ولا أنا هشتغل إن بص، هو يبقى مؤهل لده؟ لا بص، انا مش شرط ولا هو ملزم ان هو يسمع الكلام ده كله ولا يفهم الكلام ده كله ولا يخش في التفاصيل اللي احنا عمالين نحكي فيها دي تمام. الفكره هنا اللي بيوقع العميل ايه في الحته اللي احنا بنتكلم فيها، ان انا بقعد ادخله في تفاصيل هو اصلا ملوش فيها. يعني مثلا انا دلوقتي في الايجنسي عندي في عاملين حلو، مثلا او في الفريلانسر بتاعك عندك عاملين، عميل تمام صاحب ورشه بيبيع عربيات حلو تمام، وعندي عميل تاني مثلا شركة ديفلوبمنت بتبني مشاريع استثمارية
إدارية بمبلغ مثلا في الشهر 15 مليون جنيه، حلو؟ تمام؟ هل أنا حلو. تعاملي مع ده هيكون زي ده؟ لا خالص. تمام؟ فأنا فهمي للكونسبت بتاع الكلاينت وأكلمه بطبيعته هو ده المهم. يعني لو أنا عميل محتاج مني يعرف أنا هعمل له إيه وأبعت له ملف، أنا في عملاء ممكن تبعت لهم الفايل بي دي إف مكتوب بالعربي في نقط بسيطة جدا، وفي ناس لا بتبعت لهم بورتفوليو جاهز بديزاين باللوجو بتاعي بالتواريخ بالإمضاء كل حاجة، فاهمة؟ فهنا على حسب الكونسبت بتاع الكلاينت نفسه هو هيبقى مؤهل ان هو يفهم لحد درجة ايه. لو انا عميل كفتة مش هيفهم الكلام ده كله، تمام؟ خلاص انا ما بخش معاه في كل التفاصيل دي بالطريقة دي، انا بخش معاه التفاصيل دي بان انا باخد منه المعلومات واعمل لها ترانسليت في دماغي على الشغل بتاعي. يعني انا مش هقعد اقول له استراتيجيه الانتاج بتاعتك ايه، لا انا هقول له انت المنتج ده علشان بتطلعه بتعمل ايه، ايه الخطوات اللي بتمشي عليها عشان انا محتاج افهم اكتر عشان اقدر افيدك. هنا الوضع بالنسبه له السؤال اختلف تماما. لما اقول له صراحه انا محتاج افهم استراتيجيه الانتاج اللي بتشتغل بيها، اول ما اقول له الاستراتيجيه دي اصلا مش هيفهم، انا بقول له خلاص شكرا. طيب فلا انت هتشتغلي بكل الطرق دي عادي جدا مع كل الناس، بس كل كلاينت على حسب طريقه تفكيره هتدي له المعلومه ازاي او هتاخدي منه المعلومه باي طريقه. في عملاء مثلا تقول له انا محتاجه تفاصيل المنتج، هيقول لك خلاص ماشي هبعت لك على الميل كل التفاصيل، حلو، ويبعت لك ميل. حد تاني يقول لك طب انا هبعت لك فويس على الواتساب اشرح لك الدنيا فيها ايه. هي كونسبت ايوه خلاص، العميل ده بتاع واتساب بيمشي بالطريقه دي الدنيا معاه عاميه خالص، بس وانا قدامي قرار يشتغل مع كل العملاء اللي هتفهم الكونسبت وهتريحني، او اشتغل مع كل العملاء بس كل واحد على حسب طريقته، او بشتغل مع العملاء العاديين جدا عشان ايه اسلك شغلي وامشي على طول بس. فكل واحد على حسب المين سيت اللي بيحط نفسه فيها، تمام؟ بس تمام انت بتشتغل فهمت كل ده بس كويس. على حسب دماغ العميل نفسه. تمام اوكي فهمت الحتة دي. معلش عندي سؤال تاني بس. تمام. المنتج في هل كل البرودكتس نقدر لو هي تمام مثلا وبتبيع كويس وكده نقدر ننتشر بيها في كذا اريا، ولا في برودكت مثلا ما يمشيش يمشي في اريا معينة واريا تانية لأ، مثلا هي هيتباع اكتر بحيث بص مثلا السيجمنت دي تشتري المنتج ده اكتر؟ بص هقول لك على حاجه، على حسب العملاء فين المنتج يكون موجود، بس هو ده السؤال ده اللي بيحدد هنا الدنيا. هل العميل موجود في المكان ده؟ حتى لو هو العميل في جهنم اه انا هبيع له تلج عشان يبرد نفسه، فاهمه؟ هي العميل فين ومحتاج ايه؟ خلاص بيبقى هو موجود. العميل مش هناك خلاص انا مش هحتاج ان انا يعني مثلا مش هفتح مثلا ايجنسي مثلا بيبيع فيها فراري في منطقه شعبيه في حاره مثلا، مع احترامي طبعا ليهم يعني، بس انا بتكلم في الكونسبت بتاع التسويق. خلاص مش هيشتروا هم الكلام ده، خلاص انا هبيعه ليهم، فاهم؟ مش هبيع مثلا كيس مناديل مثلا وايبس مثلا ب 3 جنيه مثلا في مول مصر مثلا في محل كبير، هو مش هيشتري الكلام ده، هو اصلا اول ما يشوفه هيقول لك ده تعبان انا مش هشتري الحاجات دي واحطها على بشرتي مثلا او الكلام ده. فهو على حسب الاحتياج بتاع العميل والكونسبت بتاعه ببتدي اوجهه ايا كان هو فين بقى وخلاص. بعدين لو انا اعتمدت على سيجمنتيشن فانا هبيع لاي حد في اي حته على اي حاجه، انا مش بعتمد على سيجمنتيشن، بعتمد على التارجت. في فرق في لما اقول سيجمنتيشن عن تارجت عن بوزيشن. يعني في حاجه بنعملها اسمها اس تي بي، تمام؟ اس تي بي، تمام؟ السيجمنتيشن اسمها سيجمنتيشن تارجت بوزيشن عشان لو عملت انا سيرش. السيجمنتيشن كل الناس اللي مهتميه بالكولز والنت، هم مهتمين ان هم يتكلموا على الموبايل ويفتحوا نت، تمام؟ التارجت هم الناس العاديه جدا، اه ده تارجت عايز فليكسات، تمام؟ الناس بتوع رجال الاعمال لا دول تارجت عايزين فودافون ريد وفودافون بيزنس. الطلبه بتوع الجامعات لا دول محتاجين فودافون ان عشان النت عندهم اهم من الكولز والباقات، نت اهم بالنسبه لهم والواتساب هو اول حاجه بالنسبه لهم، تمام؟ ده كده تارجت. بوزيشن بقى خلاص الناس اللي عايزه فليكسات هجيب لهم مغنيين شعبيين
الناس اللي عايزين فودافون بزنس هجيب لهم رجال اعمال بتتكلم من مكاتبها عن ان فودافون بتقدم لهم خدمات هايله. الطلبه لا هجيب طلبه في جامعه وبيسهروا ويذاكروا على الواتساب او ايا كان. تمام؟ فعلى حسب بقى البرودكت بتاعتي بقدمه فين. في حاجه اسمها فاليو بروبوزيشنز. تمام؟ في حاجه اسمها فاليو بروبوزيشنز ممكن تبقي برضه تعملي عنها سيرش. الحاجتين دول او التو مديولز دول هيفرقوا معاكي في الكونسبت بتاع الحته دي يعني بالذات، يعني هتفرق معاكي في التفكير في الحته دي. تمام؟ تمام، شكرا جدا. بالمناسبه الشيت بتاع الفاليو بروبوزيشنز كان على البيج من كام يوم تقريبا، ممكن يبقوا يبعته لك بحيث لو انت حبيتي تطبقي، يعني لو قريتي عن الموضوع وحبيتي تطبقي يعني. تمام، يعني أسألهم في البيج؟ ولو ما لقيتيش رد سريع ابعتي لي وانا خلاص، اساعدك. أوكي، تمام، شكرا. عفوا. تمام، في حد تاني تقريبا كان رافع ايده، مش عارف ولا في حد عنده اي سؤال تاني قبل ما نقفل؟ السلام عليكم. تمام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس محمد، التولز للاناليسيز بالبزنس في تولز معينة ولا بتبقى على حسب الانفستور نفسه؟ تولز الايه؟ للايه؟ للسيرش؟ للاناليسيز. للاناليسيز على حسب انا بعمل اناليسيز في فين بالظبط. يعني انا دلوقتي المفروض الاناليسيز بتاعت الماركت او فهم الماركت بيعتمد على الماركتنج ريسيرش او الماركت ريسيرش على حسب انا بسيرش على ايه. وده بيكون ليه محاور مختلفه، يا اما زي ما قلنا سيرفي، تمام، اللي هو الاستبيان، انا بجمع مجموعه ناس واكلمهم، او من مثلا من عن طريق السوشيال ميديا نفسها، ان انا بنزل بوستس على السوشيال ميديا واسال الناس. تمام، على حسب العملاء اللي عندي. تمام، مثلا بشتغل على نقط تانية زي الأخبار. تمام، والجرايد، المجلات. تمام، الكلام دي كل الناس دي كلها بجيب منها الاناليسيز بتاعتي، بجيب منها الانفورميشنز بتاعتي. المعارض مكان بصراحة بيكون لامم كل المعلومات. أحيانا بنكون شغالين على اندستري معينة أو في مجال معين، بننزل معارض عشان نلم معلومات بس، مش عشان نشتري ولا علشان نشوف ولا أي حاجة. نلم معلومات عن المنافسين، نلم معلومات عن السوق، عن المنتجات الجديدة، عن الحاجات اللي نازلة جديدة. الكلام ده كله أي حد ما بيتكلم عن المجال سواء حتى لو هو فين، فده ريسورس بالنسبة لي. تمام، الحاجات دي كلها بنجيب منها المعلومات اللي انت عايزاها. طبعا جوجل، تمام، والمواقع بتاعت السيرش نفسها هتلاقيها منزله حاجات كتير. كل دي حاجات ممكن تجي منها اناليسز عن الكلام ده كله. ده بيختلف لو بيزنس صغير او بيزنس كبير او مصنع او حاجة براند. يعني مش في اي بيزنس ايا كان نجيب المعلومات دي كلها، غير ان الاونرز يا جماعه نفسهم بيكون عندهم معلومات هايله. يعني الاونر ده بيكون شغال مثلا في المجال بقاله 6 7 8 10 سنين مثلا، فبيبقى عنده معلومات، شاف ياما، شاف، هتلاقي عنده المعلومات اصلا. انا لو عايزه اطبق ده وانا مثلا ستارت اب ومش عندي البرودكت ده، بس انا عايزه اعمله يبقى كخبره ليا، عادي بشتغل على اي منتج لاي حد انا اعرفه. لو عندي اختي، والدتي، ابويا، اخويا الصغير، اي حد بيبيع اي حاجه انا اعرفه، صاحبي، تمام، اي حد، ابتدي اخد المنتج بتاعه وابتدي اشتغل، اخد منه المعلومات اللي هو بيبيع بيها. تمام، اي حد حتى لو بيبيع هاند ميد حتى، تمام، وتست عليها. لو عايز تمام، اعمله على حاجة اكبر. على حاجة أكبر ببتدي أشتغل على منتجات مختلفة وبجيب منها الانفورميشن من أي ستور بيبيعها. اي حد بيبيع اي حاجه ممكن اجيب منه، ممكن اروح لستور، لمحل، واخد واقول له انا بعمل سيرفي ومحتاج اعمل اخد المعلومات دي وعايزاك تتعاون معايا، ما حدش هيقول لك لا. بس هي الفكره في ان انا اخد الخطوه بس مش اكتر، واجمع المعلومات. روحي لرنين، رنين، بصي صرح كبير اهو، المكان هيدوك المعلومات اللي انت عايزاها. لو انت مثلا بتشتغلي على اجهزه كهربائيه، روحي معرض بتاع سيارات،
تمام، هيديك المعلومات اللي انت عايزاها عادي جدا. انت دخلت قلت لهم ان انا من مواقع اخباريه وبكتب، ولا بص هيقول لك كل اللي انت عايزاه واللي انت مش عايزاه. أنا بتكلم على أساس إن أنا أونلاين. حتى لو انت اونلاين ممكن تبتدي، هقول لك على حاجه، تبعتي للمنافسين نفسهم او للناس اللي شغاله في نفس المجال على الشات عادي، هيرد عليك ويديك المعلومات اللي انت عايزاها. بصي المعلومات باي استراتيجيه وباي طريقه هتلاقيها موجوده. يعني لو يعني اي منتج فكري كده فيه هتلاقي نفسك لا هتقدري تجيبي المعلومات بتاعتك. لو استقريتي على منتج ابعتي لي على الواتساب او اي حاجه واقول لك تتصرفي ازاي لو استقريتي على منتج يعني، او في حاجه معينه عايزاه. انا حاولت اعمله على ساعات تاج هوا على ايه؟ تاج هيرز تاج ساعات تاج هيرز على الساعات؟ واوميجا، على اوميجا وعلى تاج. دي تقريبا البراند التاسع عالميا، بس ما انت قدرتش لو اوصل دخلت على للمعلومات امازون هتلاقي يعني كل المعلومات اللي انت عايزاها. يعني امازون لوحده ماشي موجودة المعلومات، بس بالنسبة للعملاء، بالنسبة المنافسين جبتها، السوق جبته، بس حلو. كانت العملاء صعبة، والاستراتيجيات بتاعتهم المستقبلية كده دي ما كنتش شايفها. اللي هقول لك على حاجه، شوفي الناس اللي فاتحه نفسها، مثلا لو ستور شوفي مين الناس اللي بتخش المحل ده، مين الناس اللي بتخش هناك تشتري. هقول لك على حاجه، لو انا مثلا من الماركه دي فاتحه في مكان معين مثلا، هشوف هي فاتحه فين. والله انا لقيتهم فاتحين في مثلا في اريا ستور في التجمع في شارع معين، خلاص هو فاتح في حوالين العملاء بتوعه، يبقى دي العملاء اقرب عملاء انت ممكن تشتغل عليهم. يعني مثلا لقيته فاتح في شارع التسعين الجنوبي في فيلا رقم كذا مثلا، او في اريا رقم كذا، تمام، في التجمع، خلاص هو التارجت اودينس بتوعه في التجمع في شارع التسعين. الناس دي بقى ظروفها ايه، تمام، وابتدي اشوف الناس دي وبناء عليها هفهم هو بيشتغل على العملاء دي ازاي. تمام، بلاش كل ده وده. هقول لك على حاجه، خش على جوجل، تمام، عادي، جوجل ادز عادي جدا، تمام. ومن جوجل ادز هتبتدي تشوفي العملاء اللي داخلين على الويب سايت ده بالذات، العملاء اللي داخلين على الويب سايت ده تقدري تستهدفيهم وتقدري تبيعي لهم كمان. الانفورميشن سهله وبسيطه توصلي لها، مش صعبه خالص، ده اسهل حاجه. شوفي الكي ووردز بتاعت السيرش منين، الناس اللي بتعمل سيرش فين، تمام. شوفي على جوجل ترند، يعني جوجل ترند هيفرق معاكي. تمام، جوجل ترند، هتخش على جوجل ترند هيجيب لك التفاصيل بتاعت الساعات، الناس اللي بتعمل سيرش عليها منين وفين، تمام. وهنا وهتكتبي مثلا تاج في اذن طب قولي كده ساعات تاج في ايه. انا اذن لا انا مش سامع والله. تاج في اذن. سمعني حضرتك؟ لا طب اقول لك على حاجه، ابعتيها في الشات ماشي. احنا كده نشوف ساعات بتجيب ايه. خلينا طبعا من هنا هجيب كده مصر ايجيبت، مصر كلها بتدور على ساعات. هما نسبة البحث بتاعتهم على الويب سايت عندهم أمريكا وأوروبا عالية، نسبة البحث عندهم بسيطة جدا في القاهرة في مصر. بصي انا يعني هي الناس مش بتسيرش باسم الساعة على فكرة، يعني عدد قليل جدا، حوالي 2 3 2 2 2 2 1 3، يعني الناس قليلة جدا اللي عارفة الماركة. حلو، والناس اللي بتدور عليها في آخر حد مدور في يوم 26 او مش عارف في يوم كام، تمام، في سوهاج، تمام، وبورتو سعيد، تمام، والقليوبية،
عارف ازاي في القلوبيه، بس هو في القلوبيه يعني دول افضل خمسه بيدوروا على حته على الساعات نفسها. بعد كده نشوف الجزء الثاني. بص، كايرو والجيزه واسكندريه وسوهاج وبورتو، بورتو سعيد. في حاجه في بورتو سعيد انا مش عارفها، بس انت اعملي سيرش في بورتو سعيد دي، شوفي الدنيا عندهم فيها ايه. تمام، الناس بتدور على رولكس رجالي وساعات النوم الصحي، ده دي مش لنا، ملناش دعوه بيها، دي عدد ساعات النوم الصحي دي مش بتاعتنا. تمام، في حد ساعات بيكون مش عارف ايه الحاجات الغريبه دي، بس ماشي، ساعات سمارت. تمام، محدش على فكره بيدور بنفس الاسم بتاع الماركه بشكل كبير يعني. خلينا كده نشوف حاجه تانية، الناس بتسيرش على ايه اصلا هي بالكلمه دي. الساعات دي نسبتها قليلة، بس في أوميجا بتلاقي السعر بتاع البحث بتاعها عالي، وبيظهر معايا حاجات كتيرة جدا. بصي الحاجات دي، بصي هنا الناس دي، تمام، دبيكو والملكه الفريده، المقتنيات الملكيه والحاجات اللي هنا دي، بصي كده هم، شوفي الناس دي فين، وبناء على الاماكن اللي هم موجودين فيها، تمام، هتلاقي الكلاينت نفسهم. تمام، وبعدين بقى شوفي كمان الناس بتدور على ايه. تمام، الناس بتدور بالاسماء دي. تمام، دي الحاجات اللي بتدور الناس فيها، الناس تاج هيرو كير مش عارف ايه ايه. تعال كده ناخد الكلام ده كده كوبي. تمام، دي الحاجات اللي الناس بتدور بيها، يعني دي الحاجات اللي الناس بتدور بيها. تمام، هنيجي هنا كده نضيف الكلام ده، نشوف الكلام ده هيدينا ايه. الناس بتدور على سعرها على فكرة، يعني الناس عايز تعرف سعرها كام. سي معدل السيرش برضو بيها قليل، يعني هو الناس بتدور عليها. طب هي بالعربي، خلينا نشوف كده بالعربي اسمها ايه، يعني خلينا نشوف كده لو كتبنا بالعربي هل الناس بتسيرش بالعربي. تمام، ساعات هذه الناس يعني تقريبا في سيرش بالعربي، فين نشوف كده في السيرش بالعربي الناس بتدور ازاي. يعني نلغي ساعات دي، ريموف. بصي الناس بتدور بالاسم بالعربي وبالاسم بالانجلش، الانجليش اكتر يعني من العربي. تمام، مش عارف ايه ريت جوفيرمنت. تمام، محافظة البحر الأحمر. فانت كده تقريبا الدنيا في السواحل اكتر يعني، فاهمه، الدنيا في السواحل اكتر. تمام، يعني الدنيا في السواحل اكتر بشكل كبير يعني. تمام، فانت كده تقريبا بدأتي، يعني انت لو خدت المناطق دي وبدات تشتغلي عليها بشكل اولي هتبقى بالنسبه لك كويسه يعني، وتشوفي السيرش فيها فين والدنيا دي. تمام، لو في ويب سايت معين او حاجه بحطيه في سيميلر ويب، وهتلاقي الدنيا بالنسبه لك. عملت له اناليسيس. طيب تمام، طب ما انت ما شاء الله عامله كل حاجه، امال في ايه؟ لا هو هي العملاء بس اللي وقفت معايا، بس انا عايزه اعملها على اكتر من اندستري واكتر من حاجه كبيره، سواء مصانع، شركات كبيره، براندات، بحيث انها تبقى خبره معايا، ان انا لما يبقى عندي عملاء بالشكل ده يبقى الموضوع فيه اقول لك معنى. هتلاقي العملاء برضو فين، على جروبات فيسبوك هتلاقي الكلام ده، وتشوف الناس اللي جوه الجروبس بتاعت فيسبوك، وشوف تليجرام. الحاجات دي هتفرق يعني، يعني تليجرام و يعني الحاجات دي موجودة على تليجرام بشكل كبير، وعلى جروبات فيسبوك شوفي الناس اللي موجودة هناك ايه. تمام، ممكن تشوفي، اقول لك على حاجة تانية، ممكن تنزلي بوست في اي جروب بتاع ساعات كبيره وتقولي يا جماعه حد معاه الساعه دي، وتسالي الناس على الساعه دي، محتاجه اساله على حاجه. حلو، هتلاقي الناس كلها اصلا اللي بيشتريها جايه تقول لك، يعني جايه تقول لك اسالي. طبعا هتاكسكلود منهم الناس البياعين،
وتبتدي تشوفي مين الناس اللي مشتريها فعلا، وتبتدي تسأليهم مشترينها منين، فتعرفي العميل نفسه وبيشتري منين. يعني بصي، هي طرق تفكير واستراتيجيات مش اكتر، فاهمة معايا ولا ايه؟ ولا انا ولا النت قطع ولا سامعاني؟ طب ولا ايه؟ مش عارف هي راحت فين، بس هي عموما الموضوع بيعتمد على استراتيجيات اكتر يعني، وطرق بحث اكتر يعني. تمام. طيب حد تاني عنده اي سؤال عن اي حاجة في الكلام اللي احنا؟ هو تقريبا لا، الصوت قطع من عند مستر محمود، واحنا سامعينك يعني. هو فعلا هو النت قطع من عندي، سوري معلش. سامعيني طيب مشكلة ولا؟ يعني، أنا سامعة حضرتك. تمام. بس فبقول لك انت يعني، انت الدنيا معاكي كده كل حاجة يعني تمام انت، بس هو الموضوع استراتيجيات مش اكتر، كل ما غيرتي في الطرق والاستراتيجيات كان احسن. كنت بقول لك قبل ما النت يفصل او كده، ان لو اشتغلتي على الجروبس بتاعت فيسبوك، مش عارف سمعتيني ولا لا، ودخلتي وسألتي انا محتاجة الناس اللي مشتريه ساعة كذا، تمام، ايا كان بقى اسم الساعة اللي انت عايز تعملي عليها سيرش، وعايز اسألهم على حاجة، وابتدي اسألي الناس دي مشتريين منين، هتعرفي الكلاينتس نفسهم وتعرفي الاماكن اللي مشتريين منها. فالموضوع كله معتمد على استراتيجيز مش اكتر، فاهم قصدي؟ اه فاهمة حضرتك. بس وتابعي كده الموضوع، وتابعي معايا وقولي لي عملت ايه، ابعتي لي على الميل او الواتساب ونفولو اب سوا، ما فيش اي مشكلة. اوكي تمام، شكرا لحضرتك. والرقم التليفون في الشات، اي حد يعني اي حد عنده اي حاجة ما في اي وقت. تمام. طيب حد عنده اي سؤال تاني؟ خلينا كده نشوف حد عنده. طيب تمام خلاص. ان شاء الله يعني باذن الله اشوفكم ان شاء الله علشان نكمل الجزء ده. المره الجايه هنكمل في جزء تاني، هي بس نشوف كل واحد معاه برودكت او سيرفيس معينه، او مش معاه ومحتاج يشوف برودكت او برودكت ويكمل عليه ويتابع عليه الحاجات اللي احنا عملناها النهارده، ويقول لي النتائج ايه، يبعت لي على الميل او على الواتساب ايه النتائج اللي وصلها، او ايه النقطه اللي وقف منها، او الحاجات اللي محتاج يفهمها اكتر، ونكوركت الدنيا مع بعض. وان شاء الله نتقابل الجمعه الجايه عشان نكمل بقيه الشغل بتاعنا عادي جدا. واشوفكم يوم الاثنين برضو على كلوب هاوس، ويوم الجمعه على زوم. وشكرا لكم جدا ولحضوركم، ويعني تصبحوا على خير.